خلي اشوف صديقي بمصر، ابارك له على سقوط النظام. الو ابو شبشب، شلونك؟ الو ازيك يا ابو العال؟ انا بخير الحمد لله. والله قاعدين نحتفل بميدان التحرير، اصل امثال الراجل ده ما بيمشوش الا بالشبشب. وربنا يخرب بيت امك يا امريكا. ايه والله ابو شبشب، صدق الله يطيح حظك يا امريكا. بص علي حضرتك، الباقي عليك انت يا ابن عال. بس خلوا بالكم، اصل اللي حصل في مصر حاجة واللي عندكم في العراق حاجة تانية. ايه والله ابو شبشب، احنا ظروفنا شوية تختلف، بس ولا يهمك، عندنا مليون طريقة نضغط بيها النظام هذا الفاسد. بص علي يا ابن عال، هي حاجة بسيطة قوي، تروح تعمل حساب على الفيسبوك والتويتر، وبتعمل انفتيشن لكل الحبايب بتوعك وملكش دعوة. اي والله خوش طريقة ابو شبشب، هذه التكنولوجيا كل شي تسوي. بس يا ابو العال، انتو عندكم كنتاكي؟ لا والله ما عندنا بالعراق. يبقى ما تخافوش، اصل البلطجية بيحبوا الكنتاكي، ولو ما فيش كنتاكي يبقى ما فيش بلطجية. لا يا معود، هذا رئيس الوزراء مالتنا لوتي، هسه يوزع لهم فلافل، وانت تعرف الفلافل شو تسوي بالواحد. لا يا ابن عال، دي خطيرة قوي، وخصوصا لو حط معاها بتنجان. خلوا بالكم يا ابن عال. بسيطة بسيطة، انا اتصل بي انا ارتبها. الله وياك ابو شبشب. ربنا معاك يا